هوريكم النهارده واحنا بنتكلم في اسأل مجرب التعامل مع الموز من بدايه الزراعه لغايه لما بسوقه في نهايه المده. ازيك؟ الحمد لله تمام. اسمك ايه؟ وليد رضا ولال. ازيك يا وليد؟ احكي لي الموز ده لما بتبتدي الزرعه دي بتقعد قد ايه في الارض وبتجيب الشتله منين وبتتعامل معاها ازاي؟ لا احكي لي كده بالتفصيل. الميه كان عندي 900. 900؟ اه. الموز في الاول كان وصل لمرحله ان هو اتبهدل خالص. عشان الميه مالحه. عشان الميه مالحه. جبنا جهاز. اشتغلنا بالجهاز حسن معانا شويه. بس ما حسنش الدرجه اللي هي الكافيه. كاننا شغالين معاه لهذا الوضع. جينا من قيمه شهر ونص او شهرين اتنين زرعت انا فراوله حوالي 1.9. شغلت على الميه بتاعت الجهاز فراوله كان اللي كانت بتروي على الموز. تمام. بعد 15 يوم من الزراعه الورقه اللي تطلع تتشعور. تمام. اه ده في الفراوله. الموز اهو شغال بس الحته طالعه بطيء. بطيء. آه. جينا وصلنا لغيره واحد جارنا احنا في السخنه كان جايب الجهاز اللي هو بتاع حضرتك دلتا ووتر. قال لي هات الجهاز وجربه. الجهاز اللي انا كنت جايبه قبل كده كنت معامل معايا 13000 جنيه. جبت انا غيرت انا الجهاز سبت الجهاز وديته على بير تاني وجبت انا الجهاز بتاع حضرتك اشتغلت عليه. بعد ما عدى حوالي 15 يوم بقت الزراعه بنروي رشاشات وتنقيط الورقه اللي بتطلع ما بيحصلش فيها شعور. ما شاء الله. السباطه اللي هي بدات الزراعه بدا الموز اللي هو ينزل معايا بدا يجيب معايا تغيير. يعني هو الموضوع من خلال تجربتك انت مش مجرد جهاز بجيبه واحطه، لا هو لا انا بدور على تكنولوجيا معينه لشركه دلتا ووتر. يعني انت بتتكلم في برضه في حضرتك في تكلفه، انا ممكن انا الجهاز ده ب 12000 والجهاز ده انا جايبه 22.5. لو واحد بيفهم هيقول لك ده غالي، طب ما هو ده جهاز وده جهاز، لا انا جربت الاثنين. الجهاز اللي هو ب 12000 غير معايا نتيجه بس مش النتيجه اللي هي المطلوبه الكافيه. اه اما جبت انا الجهاز ده دلوقتي واشتغلت عليه، انا عندي الجهازين دلوقتي حاليا في ادبريل الاثنين. ومعايا فراوله على البرد على الجهاز الاولاني بقاله كام سنه؟ الجهاز الاولاني لسه السنه دي. لا الاولاني اللي ما جابش معايا نتيجه. جاب شهر 4 اللي ما جابش نتيجه معايا. جاب نتيجه بس نتيجه مش ضعيفه. يعني من شهر 4 اللي احنا اول 11 دلوقتي النتيجه كانت ضعيفه جدا. نتيجة ضعيفه. دلتا ووتر زرع الموز شهر 3 زرعته جبت الجهاز بعدها بشهرين 3 الوقت ده. دلتا ووتر بقى بقاله قد ايه عندك هنا الجهاز؟ ده بقى له شهر ونص دلوقتي. شهر ونص. طب شهر ونص تقول ايه عنه؟ تحكم عليه ازاي؟ نحكم عليه ازاي؟ هو جاء انحط، انا شلت الجهاز تاني وحطيت الجهاز ده انحط على شتله ورقه كله ناشف. ورق كله الورق الجلب اللي كان يطلع كان بيتشعط وينشف. فانا حطيت الجهاز تاني فنتيجته تبان بعدها اخرها خالص اسبوع. ايوه. ليه الورقه بتطلع معاك اتشعوطت يبقى الجهاز زيه زي التاني. معدل بقى التسميد اتغير؟ الاضافات اللي انت بتضيفها حصل فيها جديد؟ دلوقتي انا بتعامل مع الارض ديت زي الفراوله زي الارض اللي عليها ميه 200. زي اي ميه. بتتعامل مع الفراوله زي الارض اللي ميتها 200. زي الميه اللي ميتها 200، بتعامل مع الميه زي اي ميه دلوقتي. انا بنزل عادي دلوقتي 19 وانزل نترات وانزل اللوريا انا كنت الاول مهندس اقول اللوريا مع الميه المالحه تشيطها خالص. اه. دلوقتي انا بتعامل بنزل كل حاجه زي عارف تغذي النبات بتاعك عرفت. اه ما لما كنت باجي انزل حاجه المهندس يقول لك لا ما ينفع. حتى انا كنت وصلت بقى المرحله اللي المهندس قال لي انت لو رشيت بالميه ديت لو رشيت اللي هو رش هشعط معاك الورق ميه مالحه. يعني لما نيجي نقول عن الزراعه نقول ميه وكل قطره مياه مهمه جدا هي حياه فعلا. جهاز شركه دلتا ووتر في مشكله في تركيبه في الصيانه بتاعته بتوصله الكهرباء؟ لا حضرتك مفيش توصيل بالكهرباء، ده هو بتجرط مكانه وبتركبه مفيش ما بكملش معاك نص ساعه. عايزك بقى تقول للمزارعين اللي بيشوفوك النهارده رايك ايه في معالج المياه المغناطيسي لدلتا ووتر؟ كلم الناس. تمام. الجهاز ده انا بنصح الناس كلها ان انت لو ميتك مالحه والزراعه اللي هي مبهدلاك هو الجهاز ده افضل حل.